يشاء جناح لا سوريا حامل سلام ضوي شمس بلادي فوق الايام طير الحرية الطاير من فوق الشام نزل عبر ديلاقي رب الحمام عجناح لا سوريا حامل سلام ضوي شمس بلادي فوق الايام. صباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتوا عم تتابعونا، عم نطلع عليكم عبر شاشتكم الصغيره الاخباريه السوريه مع مجموعه من المواضيع اللي بتهمكم وبتلامس حياتكم اليوميه. واكيد تحيتنا بالبدايه لرجال الحق رجال الجيش العربي السوري، الله يحميكم يا شباب. رحلتنا الصباحيه بلشت لكن كالعاده بنبتديها قبل ونصبح على زميلتي سالي. يسعد صباحك. يسعد صباحك نور، صباحك خير. أكيد. صباح البرد عاد. يسعد صباحك. اي والله برد اليوم. يسعد صباح جميع مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتوا عم بتتابعونا. دمشق تتزين، ساحات دمشق كلها قضية وكل حياة ورجعت الروح لإلها. أكيد زينة الميلاد عم تعطي نكهة خاصة هيدي السنة مع انتصارات التي حققها جيشنا البطل الجيش العربي السوري، لولاكم ما كان عنا عيد. أكيد عنا اليوم فقرات عديدة ومتنوعة، إن شاء الله نقدر خلال ساعة وربع من الوقت نحقق الإفادة لكم. نوري سعد صباحك عن جديد، رح نبدأ محطاتنا لليوم. مثل ما قلتي سالي محطاتنا عديدة ومنوعة، خلونا نروح مشاهدينا بجولة على أبرز الأخبار المنوعة من أنحاء العالم بالتقرير التالي. يستضيف مركز العمارة والتصميم بمدينة ستوكهولم تصميمات إبداعية رائعة لبيوت من الزنجبيل، حيث يشارك ما يقارب 153 مبدع منهم أطفال إلى جانب الخبازين المحترفين والمهندسين المعماريين. يقام المعرض سنوياً منذ عام 1990 بهدف تسليط الضوء على مشاكل البيئة والاحتباس الحراري. سيدة يابانية بصنع مجسم يشبهها وبالحجم الطبيعي من الورق المقوى بهدف تفادي بكاء ابنها في حال غيابها. وتظهر الأم كما نرى في إحدى الصور وهي تقف في الغرفة كما لو كانت تشاهده وهو يلعب، فيما يبدو الطفل مرتاحا لوجودها بقربه، والصورة أبلغ من التعبير. يعتبر طائر طاووس الطيور، يتميز بألوان ريشه الخلابة، ويعد الطاووس الهندي
أكثر الأنواع ألواناً. الطاووس بطبيعته طير اجتماعي، حياته منظمة من حيث الأكل في مكان معين من الغابة، والحمام الشمسي له في مكان معين يتردد عليه. خبرنا الأخير يظهر لقطات تم التقاطها في أعماق المحيط الهادي. يرصد اقتراب أحد هواة الغطس من سمكة قرش ضخمة تسمى سمكة قرش النمر، والتي تعتبر من أخطر الأسماك. البعض منا قد يرى الأمر ضربا من الجنون، فيما يراه البعض الآخر مغامرة. بكل بيت بهذا الوقت تبدأ زينة العيد والأضواء تعبي البيت وبتمنح الدفء والسلام بهيدي الأيام المباركة. مجموعة من المعلومات اللي ممكن نتعرف عليها من خلال رموز الشجرة، شو بتعني شجرة الميلاد بهالتعلم؟ هل تعلم ما هي رموز شجرة عيد الميلاد؟ الشجرة، وترمز إلى شجرة الحياة الأبدية مع السيد المسيح، النجم، ويوضع في أعلى الشجرة، وهو تذكار للنجم الذي قاد إلى مكان مولد السيد المسيح. اللون الأخضر، ويرمز إلى الحياة والشباب وإلى الصلوات المرفوعة للسماء. الجرس، ويرمز إلى البهجة والسعادة بحلول هذا العيد المجيد. الشمعة، وترمز إلى أن السيد المسيح هو نور هذا العالم. اللون الأحمر، ويدل على موت السيد المسيح وقيامته من أجل أن يعطينا الحياة الأبدية. سالي، يمكن بالآونة الأخيرة ما عاد مستغرب نشوف بزحمة الحياة والظروف المعيشية الحياتية دائما بتحس مود الإنسان مش منيح، مزاجه معكر، تعبان، بتقول له كيفك اليوم، بيقول لك مكتئب. يعني صارت بتلاقي مرض يمكن العصر هو الاكتئاب بهيدا الوقت. صحيح نور، الاكتئاب هو مثل ما قلتي يمكن نتيجة ضغوطات وظروف الحياة اللي نحن هلأ عم نعيشها، وأحيانا بيجي من مشاكل صغيرة ممكن الإنسان ما يقدر يستوعبها فبيفوت بمود الاكتئاب. السؤال هون كيف فينا نكون مناح، كيف فينا نطلع من هيدي الحالة بشيء ما يأذينا وما يأثر علينا. هذا الشيء رح نحكيه أكيد ونتعرف عنه كيفية العلاج أيضا وأسباب الاكتئاب مع الدكتور أحمد خالد تاجي، اختصاصي بأمراض النفسية والعصبية. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيكم. يا هلا، يسعد صباحك. ما ضل اكتئاب هلا، لازم نقول لك الحلو مع المذيعات ما ضل اكتئاب. نقول لك كيفك اليوم، لأنه هي بتسأل الشخص كيفك اليوم بيقول لك مكتئب. خلينا نحكي بالبداية، ما فينا نقول شو هي أسباب الاكتئاب لأنه الأسباب بشكل كتير كبيرة وعامة، بس شو اللي بيخليك تكتئب؟ يعني هي ضعف شخصية أو إنسان حساس أو هي عدة عوامل بتجتمع بوقت واحد؟ تمام. هلا حتى أوصل لإجابتك الحقيقة، وفي نقطة كتير خطيرة، أنه كتير أشخاص مثل ما قلتي يقولوا مكتئب. هلا في فرق بين الاكتئاب، في فرق بين الحزن الطبيعي
في فرق بين متعرضين لأزمة لصدمة. بس اللي بيفاجئك أحيانا ليش عم بقول لك إنه ما فيك تعمم الأسئلة أو تعمم العوامل، لأنه أحيانا بيكون الشخص لا في كلمة اكتئاب معممة كتير. أيوة يعني شخص بيكون زعلان شوي صغيرة مثلا أو بيقول لك يوم مكتئب مثلا مرته مزعلته ولا خطيبته مزعلته بيقول خلص مكتئب. هاي ما أنا محرزة. لا نحن الاكتئاب إذا عم نحكي عليه هو مرض بالنهاية، يعني هو اضطراب نحن بنسميه، يعني مقصود فيه كلمة مرض اللي هو بحاجة لمعايير واضحة لحتى نحن نشخصه، بحاجة لأسبوعين من أعراض شديدة، من انخفاض المزاج الشديد كل يوم لمدة أسبوعين، فقد المتعة بأي شيء كان يمارس نشاطاته، كان يروح على السوق، يروح على رياضة، يروح على شغله، بطل يعمل أي شيء، اضطراب النوم، اضطراب الطعام، أفكار عن الموت، يعني أعراض كثيرة حتى نحن نحكي على الاكتئاب. وأهم شيء موضوع الاضطرابات النفسية، الاضطرابات النفسية حتى نحن نشخصها بده يكون أسرع حياة الشخص، يعني كان يروح المدرسة بطل، كان يروح الجامعة ما بقى، رياضة ما بقى، يعني في كتير شغلات اختلفت بحياته. بينما إذا هو حزين وحياته ماشي طبيعي نحن ما بنتداخل كأطباء، هل بيتداخلوا عليها هن المعالجين النفسيين، ممكن هن يعطوه الدعم مثلا أو يفرغ عندهم. تمام يعني دكتور يمكن انه واحد مزاجه سيء لمده نهار نهارين نحن ما فينا نعتبره اكتئاب حسب ما حكيتنا، ولكن في انا حال ما بعتبره، انتم بتعتبروه لا مزاج سيء لكن بس في حال امتد معنا لاسبوع اسبوعين واثر على حياتنا. تمام بياثر على الحياه. هون يعني بيجي المريض لعند حضرتك، يعني كيف فينا نحن نبلش بالعلاج خطوه خطوه؟ تمام. هلا الاضطراب الاكتئابي بشكل عام يعني له درجات، خفيف، متوسط، شديد. متوسط شديد بحاجه لدواء. الفكره المهمه كثير اللي من خلال اذاعتكم لازم نحكي انه الادويه الاكتئابيه ادويه امنه جدا، يعني امن من السيتامول خلينا نقول. هي ادويه ما فيها اي خطوره، هي ادويه بتشتغل على ماده بالدماغ اسمها السيروتونين اللي هو هرمون السعاده الناس بسموه. فعلا نحن مخلوقين بشيء داخل دماغنا هو اللي بيعطينا السعاده. هذا الهرمون او هذه الماده اذا نقصت شوي هي بتسبب لنا موضوع الاكتئاب. لذلك كثير احيانا بنلاقي شخص حياته كلها طبيعيه ما في شيء فجاه بيكتئب. بس يعني هو سبب النقص بيكون بسبب شو؟ ما في اسباب واضحه يعني ما في، العلم لسه ما وصل تمام وبيعرف انه في نقص بهالسيروتونين هذا. بس شو اسباب نقص السيروتونين هلا متعدده، ممكن ضغوط الحياه الكثيره، ممكن كثير شغلات. بس المشكله كمان هون انه في فرق بين شخص وشخص، يعني ممكن لهيك خلينا نعطي للمشاهدين بعض الظواهر الاكتئاب. يعني انا اذا عندي كيف بدي اعرف انه هيدا الشخص مكتئب؟ لانه مثل ما قلت لك المود العام هو المزاج السيء للاشخاص، فلا ما فينا نعمم القصه. كيف فيني اقول انه مثلا انا قلت لازم عندي يكون عنده خمس اعراض على الاقل من الاعراض اللي ذكرتها قبل شوي، واللي اساسيات فيهم هن ثلاثه اللي هن انخفاض المزاج الشديد مع شعور دائما انه بده يبكي معظم اليوم، يعني مو والله نص ساعه باليوم، لا تقريبا كل اليوم لمده اسبوعين كاملين ورا بعضهم، مو كمان يومين او ثلاثه ومو ساعه باليوم، لا فتره طويله. ثاني شغله فقد المتعه والاستمتاع بالنشاطات اليوميه، هذا من الاعراض الهامه جدا. والعرض الثالث هو التعب وفقد الطاقه، دائما بحس حاله تعبان ما عنده طاقه على شيء، بالاضافه لاعراض ثانيه اللي ذكرناهم، النوم، الاكل، يعني كل حياتك بتضطرب. المشكله الاكتئاب الناس كثير بتستخف فيه، حتى بالجو الطبي بيقولوا اكتئاب بتنحل، بس الحقيقه لا، الاكتئاب هو من الامراض الصعبه اللي بتدهور حياه الشخص كامله، يلي اذا تطورت تمام يعني كثير احيانا بيكون سبب طلاق. يعني انا باحد البرامج اللي عملتها قلت انه نحن ممكن نعفي حالنا من الطلاق من خلال حبه سيروتونين تعوض لنا، ترجع لنا روح المرح اللي كان زوجي متعود عليه او زوجتي متعوده عليها. بتفاجئ بعد شهرين ثلاثه المقابله اجوا شخص تنتين نساء على العياده بس ليقولوا لي انه شكرا لانه فعلا كنا حنطلع ورحنا لعند دكتور نفسي، ما راحوا لعندي، راحوا لعند غيري. راحوا لعند دكتور نفسي واخذوا ادويه بس اجوا ورجعت علاقتهم كثير منيحه مع ازواجهم. احنا لا ننسى انه المراه بالذات معرضه للاكتئاب كثير، احنا عندنا شيء اسمه عسر المزاج ما قبل الدوره الطمسيه اللي هو بيساوي مشاكل كثير بالعائله، لانه في 110 اعراض، يعني على الاقل 110 اعراض تظهر عند المراه، تبدلات مزاج، عصبيه، ارق، كل شيء اعراض بيخطر على بالك موجوده. فنحن لازم يكون عندنا وعي لهالامور هيدي. لازم يكون في كثير وعي للعائلات انه للزوج انه معلش هي اسبوع قبل الدوره الطمسيه طول بالك على هالمراه، لانه مو بايدها. تمام الدكتور الادويه، بس خلينا بس نعطي المشاهدين، انت حكيت انه هيدا الحبه مثل السيتامول، ولكن بدنا نفرق في حال هيدا الحبه ادمن الانسان
الإنسان. تمام هي الفكرة الأساسية اللي لازم توصل للمشاهدين. أدوية الاكتئاب نحن على فكرة أقل عالم نساوي إدمان عند الأشخاص. يعني أطباء مثلاً اللي بيعطوا نحن ما بنعطي ترامادول مثلاً لأشخاص كثير مدمنين عليها. نحن بنعطي أدوية الاكتئاب اللي هي أدوية آمنة لا تحدث أي نوع من الإدمان. هلا هني بيقولوا لا أنا ما قدرت أتركها ما قدرت أتركها لأنه الطبيب ما خبرك إنه أنت هذا الدواء أخذه ما هو لحتى يحل لك مشاكلك. هذا الدواء حتى يرجع لك السيروتونين اللي من خلاله حيرجع قوتك الشخصية لحتى أنت تلاقي الحلول. دائما ما لازم نبحث عن الحلول من خلال الآخرين اللي جمنا ولا من خلال حبة السيروتونين أبدا. حبة السيروتونين حترجع لك بعد أسبوعين. طبعا أول أسبوعين ما بيستفيد نهائي المريض يعني. يعني أول أسبوعين هي تعبئة للمادة. بعد أسبوعين بيروح كل شيء آثار جانبية من الدواء وبيبدأ التحسن. الدواء لازم ناخده لمدة 6 شهور لتسع شهور وسنة حتى. إيه تمام يعني والحقيقة ما في مشاكل كتيرة بهالدواء هذا يعني. يعني ممكن نستعمله لفترة طويلة. خلينا نحكي عن مخاطر الاكتئاب يعني نقول في عدة مخاطر. الانتحار. يعني بكفي. يعني ممكن الشخص يقتل حاله بأي لحظة. وهون في فكرة كمان كتير مهمة يا ريت نوجهها للأشخاص. أحيانا بيقولوا إيه بيمثل أي تهديد بالانتحار حتى لو كان تمثيل ممكن يتحول لحقيقة. يعني ما في دائما مريض الاكتئاب عم يدور على شخص يستمع له. برا في درجات فينا نقول درجات للاكتئاب طبعاً طبعاً. بس قصدي إنه بموضوع الانتحار دائماً في شيء بحاجة أشخاص يستمعوا لهم. يعني برا في الخط الساخن بيدقوا في أشخاص مدربين بيقدروا يخلوهم هيك يطولوا فيهم يقنعوهم إنه هن ما يقوموا بعمل الانتحاري تحديد ما يوصل الإسعاف لعندهم. للأسف في سوريا ما له موجود وعم نسعى هلأ أو بسعى أنا شخصياً إنه نساوي هيك شيء. بس تعرفي بده كتير شغل كتير الموضوع مهم. تماما. دكتور لأي حد يعني بتأثر شخصية الإنسان على درجة اكتئابه يعني الشخص خلينا نقول اللي شخصيته شوي قوية يلي عنده أهل عم بيوجهوه يعني اللي عنده عالم حواليه غير الشخص خلينا نقول المعزول واللي ساكن لحاله اللي متحمل عبء حياة اللي متحمل مسؤولية قديش بتفرق هذا يعني 100% الأشخاص اللي ما لهم متزوجين الأشخاص اللي ما عندهم دعم مجتمعي جيد لذلك عم نلاقي الاكتئاب كتير هلأ. زمان كان الدعم الاجتماعي أو الدعم الأسري موجود كتير الناس عادين ببيئتهم بنفس أجواءهم. هلأ طلعوا من بيئتهم عادوا ببيئة جديدة. الأشخاص اللي حواليهم عم يحاولوا يدعموهم بس ما بيقدروا يدعموهم لأنه ما حدا بيقدر يفهمك بالنهاية. حتى قبل كانت الحارة والجيرة بطريقة التواصل الاجتماعي يعني مختلفة. بقول للعالم أنا حاسك تعبان. الكلمة أصلاً غير صحيحة. شلون أنا بدي أحس بالشخص اللي دامي؟ أنا مود العام أنت مو مانك نايم منيح مو رايق شو بك؟ دغري الطاقة السلبية بينحك إياها من الصبح. بس نحن أحياناً نتفاجأ في كثير من الأشخاص يمكن بيتعرضوا لظروف قاسية وحياتية ويمكن خلال الحرب كثير ناس تعرضت لها بتكون لا شخصيتها نوعاً ما صلبة قوية ما بتنكسر يعني ما بدنا نقول ما بتنكسر بس ما بتروح باتجاه الاكتئاب. بنشوف جانب آخر بس دكتور شخص يمكن حاصل على كل شيء بالحياة عيلة حلوة دارس حياة معيشية جميلة بيئة بتلاقيها مثلاً بيئة غنية ومع ذلك بتتفاجأ إنه عنده اكتئاب. في يعني بتلاقي في ازدواجية مو الشخصية بحد ذاتها ولكن أنا اللي عم أسألك عن شو اللي بيلعب دور. تمام يعني قدرتنا على تحمل الصدمات يختلف وهذا الدليل بتشوفيه أثناء الأزمة اللي تعرضنا لها في سوريا. يعني لما كانت تنزل قذيفة إذا بتاخدي الكاميرا وبتصوري بتلاقي أشخاص راحوا يسعفوا بكل جراءة أشخاص تجمدوا بمحلهم وأشخاص هربوا وهذه ردات الفعل الطبيعية للأشخاص اللي نسميها يعني بالأساس تعرض لشخصية fight, flight, or freeze. هدول الـ FFF اللي هن fight, flight, or freeze يعني اهرب تجمد أو قاتل. هذه ردات الفعل الطبيعية للأشخاص مو معناته أنه هذا سيء ولا هذا منيح ولا هذا لا 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 هي ردات فعل. نحكي عن طبيعة أشخاص. هذا قصدي أنه كل واحد عنده من خلال التربية بجوز من خلال الوراثة عنده قدرات معينة. في أشخاص بيشوفوا راس مقطع بيناموا بالليل وعادي يعني ما عندهم مشكلة بس في أشخاص ممكن يشوفوا نقطة دم ما يناموا أسبوع. فتختلف من شخص لآخر الحقيقة هيدي ولكن نحن ما بنظلم حدا كلهم معرضين بالنهاية للاكتئاب. أي شخص معرض للاكتئاب كتير مهم نحن نفرق حتى هلأ خلال هالأزمة هذه بين اضطراب اللي حتحكوا عليه أكيد شي مرة اللي هو اضطراب الشدة ما بعد الرضا اللي صرنا نشوفه كتير. تعرضنا نحن للصدمات. شو يعني صدمة؟ يعني الصدمة مو معناته أنه حدث عادي وحدث غير متوقع فجائي بيجينا فجأة بنشوف شغلة نحن خارج طاقتنا. نحن عندنا طاقة نتحمل
نشوف حادث سير، بس انا ما عندي طاقه اشوف شخص ميت بالشارع. هذه مالي 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 ضمن تفكيري وضمن مشاعري. صح. فتعرضنا كثير لصدمات، كثير من الشعب السوري تعرض لصدمات، هيدي الصدمات كانت ما عم تطلع لانه الشعب السوري كان ملتهي بالاحداث. هلا الحمد لله بما انه الامور هلا بين الاكتئاب، هلا بلش يظهر الاشياء اللي كلياتها ترسبت بذاكره عندهم ساخنه وموجوده جوا. هذا الشيء بعد فتره اذا ما تعالج الاضطرابات هيدي والصدمات هيدي عم تتحول لاكتئاب، لذلك عم نشوف الاكتئاب كثير، غير الظروف مثل ما قلت لك النزوح الكثير من مناطقهم، ما في دعم مجتمعي، الاسر تفتتت، الاب بمكان، الام بمكان، الاولاد بمكان، هذا كله كان يساعد على انه الاكتئاب ما يتطور وما يوصل لدرجات كبيره. بس بالنهايه لا يخافوا، الاكتئاب ما بدنا نشائم العالم، الاكتئاب هو مرض قابل للشفاء 100%، يعني الصدفه لشخص يكون معند على الاكتئاب، الادويه مو لطول العمر، هي ادويه لفتره معينه وبنوقفها بعدين، بس كثير مهم انه يمارس الطقوس الطبيعيه. اللي هي ما نخليه منعزل او لا، يمارس أكيد شغلات تساعده. هلا منظمه الصحه العالميه عم تحكي على الرياضه، 45 دقيقه مشي سريع بقصد رياضه، ما يقول لي عم بروح على شغلي، لا بده يطلع بده يقول انا هذا المشي ماشي لحتى انا اتحسن، ويكون معه صديق، لانه اذا مشي لحاله هيفكر بالافكار السوداويه. بس اذا ما هو صديق بده ياكل له ساندويش على الطريق يعني هي الفكره الحلوه اللي بحكيها دائما بالعياده للمرضى تبعي، كل شيء بيطلع من الجسم ايجابي كل شيء بفوت سلبي. يعني انا اذا سمعت موسيقى مين ايهاني شاكر حطيته باذني اكيد حاكله، بس اذا انا غنيت مثلا لا انا بطيب بتحسن، اذا انا قريت بصوت عالي بتحسن، اذا رحت لعبت رياضه بتحسن، اذا نمت هي المهم ما نروح لحاله الاستسلام. يعني هي حاله الاستسلام والعزله هي اللي بتخلي الاكتئاب فعلا يتغلب عليك. ادويه الاكتئاب خلينا نحكي عنها، للدكتور انه ممكن هي تمتد من لتسع شهور لبعد اسبوعين لياخذها الجسم. اشخاص بتنحف كثير واشخاص ممكن يزيد وزنها، هذا الشيء له علاقه بتركيبه الادويه؟ يعني مثلا كلنا معرضين ناخذ ادويه اكتئاب ما في اي مشكله، وهو علاج بالنهايه مثله مثل الجريب بس ولكن مطول، ولكن بيسالوا الصبايا بنسمن نحن شيء؟ هذا السؤال دائما المهم عندكم، بس الحقيقه انه في كثير من الادويه ما بتسمن نهائي، في ادويه بتسمن وفي دواء واحد بس ما بقدر اذكر اسمه، يعني بس انه الدواء هذا للاسف عم يستعمل حتى غلط، يعني كثير من النساء عم تاخذه فقط للتنحيف، بس انا لازم اخبرهم انه هذا بينحف بس اول شهر بعدين بيرجع كل شيء طبيعي اذا ما مارسوا رياضه، يعني بالنهايه ما هو دواء للتنحيف، هو دواء للاكتئاب. في ادويه اكتئاب معناته بتنحف بتسمن، ومثل الاعراض الاكتئاب، يعني احد اعراض الاكتئاب هو زياده او نقص بالوزن 5% خلال شهر، يعني وزن الجسم اذا 100 بنقص 5 او بيزيد 5، يعني مو كل مرضى الاكتئاب بنقص وزنه، لا في منهم بيزيد وزنه. فنفس الشيء الادويه، في منها بتنحف وفي منها بتسمن، وفي منها ما بتساوي نهائي لا زياده ولا نقص بالوزن تماما. بس كل الاحوال اذا بده ياخذ الدواء ويقعد بالبيت لا، يا ياخده اللي بده ياخذ الدواء بده يكون هو مجهز حاله انه انا عندي مشكله ولازم لاقي لها حل، يعني مستبصر للشيء اللي هو فيه. نحن ما بيفيدنا ابدا بحياتنا انه نقول انه انا عندي مشكله واقعد اتفرج عليها، لا عندي مشكله بدي الاقي لها حلول. بكل شيء بحياتنا لازم نحن نكتب ونحاول نلاقي، والمشكله على فكره يعني دائما عند مريض الاكتئاب هي كبيره مسكره على عيونه هالقد، بس نحن بكل بساطه انا بخبرهم جزئوها، يعني اعتبروها ديني 10 ملايين، انتم ما معكم منا الا 100 ليره سوري، اوكي ما في مشكله، بس انا حفكر انه احد الديون هيدي هي 500,000 ليره، اذا طلعت اشتغلت ساعتين انا بقدر اوفيها، اذا وفاها حيصغر شوي المشكله هالقد، هذا حيعطيه جراءه انه يوفي بعد 10,000 100,000 مدري شو، حتخلص مشكلته. فدائما لا تنظروا للمشكله جزئوها وحاولوا تلاقوا الحلول الامثل لها. ودكتور اشرت يمكن لنقطه مهمه، انه مثل ما قلت يمكن خلال سنوات الحرب وظروف الحرب هلا يمكن بعض الامور ركدت شوي، فبتلاقي القصص النفسيه عم تطلع عند الاشخاص من خلال مثل ما قلت كثير امور تعرضوا لها. خلينا نحكي عن الاطفال هون، لانه كمان يمكن الشخص الكبير هو صلب اكثر، بيعبر اكثر، شخصيته اقوى، الطفل اكثر حساسيه وما انه متاقلم ولا انه شايف كل هالامور اللي عم يتعرض لها، يمكن ظروف جديده.
هون كيف فينا نتعامل مع الطفل وكيف فينا نقول أعراض الاكتئاب عند الأطفال نفسها ولا تختلف عن الكبار؟ يعني أي تبدلات بالسلوك عند الأطفال دائما الاكتئاب عند المراهقين وتحت يعني تحت 18 سنة خلينا نقول بتظهر بشكل عنفواني، بشكل هياج، بشكل مستسار، عصبية، تأخر عن المدرسة، هروب من المدرسة، إنه بيصير بيتخانق مع أهله طول النهار، إذا كان بيسوق سيارة بيسوقها بشكل متهور، هذه طريقة الانتحار عنده، بروح بيعمل مشاكل. عكس نحن لما بنكتئب انه نحن بننزوي. كثير مهم انه نحن نتوجه للاخصائيين. سوريا هلا خلال الازمه الحقيقه كل شيء بجوز بيرجع اثناء الحروب الا الدعم النفسي بيطلع. نحن انا صفتي يعني مع الامانه السوريه للتنميه موجود عندنا مراكز بكل انحاء صحيح. سوريا وهل هي مجانيه وفيها دعم نفسي ودعم اجتماعي وفيها طبيب نفسي والخدمات كلها مجانيه والسيده الاولى عم تقدم لنا الدعم كامل. يعني في عنا الهلال الاحمر عم بيقدم كمان دعم نفسي بكل الاماكن، في جمعيات كثير عم بتقدم، المجتمع الاهلي في تمام دعم. فهن اي لحظه هن بحاجه بس يدقوا تليفون حيلاقوا انه الناس مستعدين لانه هن يتساعدوا معاهم. نحن ما بنساعد، نحن بنساعد مع بعض. دكتور حضرتك حكيتها هلا لكل الناس تعرف انه صار عندنا هيدي الامكانيه اللي نقدر نحن نسمع بعض فيها، في كوادر مؤهله لا تقدر ايضا يمكن نساعد بعض. هي بالنهايه حتى الشيء اللي نحن عم نحكيه خلينا نعتبره من الناحيه الانسانيه وكثير شيء هام، ممكن تنقذ حياه شخص من الانتحار وتنقذ عائله كامله مثل ما حكيت من الطلاق او كان من التفتت الأسري. خلينا نحكي امتى نحن فينا نزور الطبيب بشكل مو ضروري نكون مكتئبين، نحن في مثلا مراجعه دوريه. مراجعه دوريه يعني شيء ايمتى ما بدهم؟ اهلا وسهلا، نحن جاهزين. مده معينه مو كل يوم بنحكي الفرق بين سوريا وبين برا للاسف هون يعني ما في الثقافه العامه. لا لا، هي الثقافه انه اذا بدهم يتوجهوا فهم بيتوجهوا بالعاده للطبيب، دائما في ثقه كبيره بالاطباء ببلدنا. ثقافية الموضوع يعني انه الطبيب هو الاعلى يعني، هلا هو ممكن الاعلى كفريق عمل ولكن بالنهايه برا بيكون التوجه مثل ما بيصير نحن بالامانه. الحقيقه بيصير رصد مجتمعي، اثناء الرصد المجتمعي لاوضاع الاشخاص والناس بالمناطق اللي فيها الامانات الامانه السوريه بيلاحظوا انه في اضطراب نفسي، بيوجهوه للاخصائي الاجتماعي اللي بيوجهه بدوره للاخصائي النفسي، واذا لقى انه الحاله بحاجه لادويه بيوجهها للطبيب النفسي. الحقيقه هو هذا الترتيب الامثل، بس ما في اي مشكله باي لحظه هن بحاجه او انه نتساعد مع بعض لنلاقي حلول لمشاكلهم، نحن موجودين. بالختام دكتور نصائح عامه لكل الناس اللي عم تشاهدنا حاليا. تمام، اهم شيء انه هن ما كل كلمه يفكروا اكتئاب، الاكتئاب هو مرض مثل ما قلنا. الحزن طبيعي، يعني نحن مثلا حتى نشخص، انا هيدي فكره كثير مهمه، اذا بدنا نشخص اكتئاب لشخص عنده وفاه عزيز مثلا نحن بحاجه لشهرين، ما بنشخص الا شهرين، شهرين بعد الوفاه او شهرين، فيعني الموضوع هذا كثير مهم. اهم شيء انه هن يمارسوا رياضه بشكل منتظم، يناموا بوقت محدد ويفيقوا بوقت محدد، يكون عندهم شخص موثوق دائما هو بيحكوا له كل شيء. ما يتوجهوا للاسف كثير عم بيصير هلا انه عم يتوجهوا للادمان بحبوب معينه او انواع مخدرات او حتى حشيش او كذا حتى يخلصوا من مشاكلهم. ينتبهوا لانه هيدي الموضوع هو موضوع جدا خطير، ما حيتوقفوا عند حد معين، كل ما لهم حيزيدوا الجرعه لانه جسمه حيتعود. هو مو الحل، الحل هو انه يواجهوا المشكله ويتوجهوا للاخصائيين حتى يتساعدوا معهم على حل الموضوع. نعم، يعني دكتور بدنا نتمنى السلامه النفسيه للجميع، لانه صدقني اللي تعبان من جوا بده يتعب من برا. يعني السلامه النفسيه من اهم الاشياء، من اهم الاشياء. بنتمنى السلامه للجميع. شكرا للنصايح يلي قدمتها، وما انه غلط انه نحن نعمل دائما زياره دوريه للدكتور النفسي، هي بالنهايه شغله كثير مهمه. كثرت لنا الشغل منيح. لا كمان للحفاظ على حالتنا النفسيه السليمه، فهي شيء طبيعي انه نراجع دكتور نفسي. شكرا لك. اهلا وسهلا، شكرا لكم. شكرا لك دكتور على وجودك معنا. اما هلا سالي بننتقل لمادتنا التاليه مشاهدينا، وضمن صباحنا لليوم كثير من الانشطه الفنيه عم تشهدها خشبه المسرح، ومبتديها من حلب التي تشهد فعاليات مهرجان ايام حلب المسرحيه تقيم نقابه الفنانين بالتعاون مع مديريه المسارح والموسيقى، وذلك على خشبه مسرح نقابة الفنانين حتى 19 من الشهر الجاري. التفاصيل مع مراسلنا في حلب أنس رمضان. بدأت في حلب فعاليات مهرجان أيام حلب المسرحية
الذي تقيمه نقابة الفنانين في سوريا ومديرية المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة، والذي بدأ بحفل تكريم مجموعة من فناني حلب وبتقديم أول عروضه المسرحية على مسرح نقابة الفنانين بحلب. شكراً حلب، القضية مو احتفالية، القضية مهرجان مستمر. القضية مو قضية أنه والله حالة استثنائية نحن عم نعمل احتفالية اسمها أيام حلب المسرحية، هو مشروع مستمر إن شاء الله، مشروع تطلع به نقابة الفنانين بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقى وبرعاية وزارة الثقافة. شكرا لحلب على كافة الصوت حقيقة، وبرجع من نفس الوقت كمان هي رسالة للخارج بكل الأحوال، بدنا نقول حلب يعني بالوقت اللي كانت عم تنزف دم وعم تنزف أبنائها، عم يموتوا وعم يستشهدوا على عتبات النصر، بكل الأحوال لا زالت حلب موجودة لتقدم فكر وثقافة. قوم بمهرجان يضم خيرة ممثلينا وخيرة شبابنا الهواة والمحترفين، بعد زمان نحن في مهرجان مسرحي، حبينا تكون السنة هاي سنة بداية، وإن شاء الله السنة القادمة بتكون سنة استمرارية ويكون في تطور عما نقدمه في هذه السنة. مدينة حلب تستعيد عافيتها فنيا بشكل كبير جدا من زمان، يعني طبعا من سنتين، وهلأ يعني عم نتوج نحن بشكل أو بآخر بأيام حلب المسرحية. المسرح حياتنا نحن، ولذلك اليوم لما بنشوف انه في مهرجان وفي تكريم للدراميين الاوائل، هذا شيء بيفرحنا وبيريحنا وبيساوي لنا حاله من هيك الفرح والاعجاب. نحن فخورين بنقابتنا انه عم تعمل هذا الشغل. المسرح هو الذي يقوم بعمليه تغيير، نقدر نقول سلوك الطفل. المسرح هو الذي يرتقي بي 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 يرتقي بمخهم، يرتقي بأخلاقهم، يرتقي بتربيتهم. المسرح نحن لم ندرك المعاني القوية التي يحملها المسرح وهذه المنصة عندما يصعد إليها طفل. إن هذا التكريم منحني إصرارا وتصميما على متابعة رسالتي الفنية بشكل عام والمسرحية بشكل خاص، وهو درس للأجيال الناشئة حتى تعرف أن هناك أمة تكرم أبنائها ومبدعيها ومفكريها في مدينة حلب. افتتاح المهرجان الأول لأيام حلب المسرحية يأتي في الذكرى الثالثة لتحرير مدينة حلب من الإرهاب على أيادي بواسل جيشنا العربي السوري. حلب كانت وما زالت منارة مضيئة للفكر والثقافة والتراث على المستوى المحلي والوطني والعالمي وفي العصور القديمة والحديثة، ولذلك تم إطلاق حلب عاصمة للثقافة السورية منذ زمن قريب، ويشهد مسرح نقابة الفنانين استمرار باقي العروض على خشبته حتى 19 من الشهر الجاري. نور من حلب، رح ننتقل لحمص حيث استضافت خشبة مسرح دار الثقافة العرض المسرحي ثلاث حكايا من إخراج الفنان أيمن زيدان، والتي تجسد فيها ثلاث حكاية مختلفة لثلاث رجال يجمعهم الفقر. تفاصيل أوفى مع شيرين العلي. على مدى يومين استضافت خشبة مسرح دار الثقافة بحمص العرض المسرحي ثلاث حكاية من إخراج الفنان أيمن زيدان، المأخوذ عن نص لكاتب مسرحي أرجنتيني، يتناول ثلاث حكاية مختلفة لثلاثة رجال يجمعهم الفقر، وأطفال يحتاجون الطعام، وامرأة مهمتها تذكير زوجها بالبؤس والحاجة الدائمة إلى المال. عنا رغبة أنه نقدم مرافعة عن هؤلاء البسطاء اللي بيتعرضوا لظروف اجتماعية قاسية، واعتمدنا فيها تكنيك المهرجين اللي وراء كل هذا القناع المبتسم هناك جرعة من الحزن كبيرة. أنا دوري الرئيسي بالمسرحية عامل فقير بيضطر أنه يشتغل بائع متجول، يصاب بألم أسنان شديد ولفقره المدقع، ما بيقدر يعالج نفسه ولا يشتري الدواء ولا يروح على المشفى، فبيكون ألم أسنانه هو مقتل بالنسبة له. الحكاية الثلاث تنطوي على إيقاع سريع بقالب سردي، بداية سعيدة ثم الدخول في العوز لإيجاد العمل والبؤس الذي يعيشه الرجال ثم الحصول على فرصة تنتهي بمأساة. المسرحية كانت حلوة، كانت شوي بعتقد صعبة كبداية،
لأنه بدها فهم عميق. كان الهدف واقعي والواقع يلي عم يحكوه هو عم يصير مع كل الشعب. طبعا النص صعب من نصوص تجريبية، يعطي ألف عافية، الممثلين أبدعوا. شكرا أيمن زيدان عم يورجينا أشياء جميلة جدا. الجمهور أبدى تفاعلا مع العرض الذي وجده كثيرون ملامسا لواقع عاشه السوريون، رغم أنه موجع في بعض المشاهد. من مسرح دار الثقافة بحمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية. مهضومة بس. ضمن فعاليات الفن التشكيلي السوري الذي انطلق بمشاركة 40 فنان تشكيلي أقامته مديرية الثقافة في حلب معرض فن تشكيلي تحت عنوان تحية للفنان وحيد مغاربة في صالة الأسد للفنون الجميلة. التفاصيل مع مراسلنا في حلب أحمد صادق بالتقرير التالي. ضمن فعاليات أيام الفن التشكيلي السوري، أقامت مديرية الثقافة بحلب واتحاد الفنانين التشكيليين معرض تشكيلي بعنوان تحية للفنان وحيد مغاربة، وذلك في صالة الأسد للفنون الجميلة. معرض بتضمن كل فنان قدم لوحة بمدارس مختلفة بأشكال مختلفة وضمن مدارس كمان متنوعة. حبينا بيوم الفن التشكيلي السوري نساوي تكريم الفنان الراحل وحيد مغاربة. شارك معنا 40 فنان من المحافظات السورية بعدة مدارس، مدرسة الانطباعية ومدرسة الواقعية ومدرسة التجريدية والتعبيرية. قدم كتير أعمال، منا مثلا بحلب، منا هو كان بإيطاليا، درس بإيطاليا 17 سنة بإيطاليا، بعدها أنا وقت إجا لسوريا كمان قدم أعمال كتيرة وأعماله موجودة بكل محل. لوحتي هي عبارة عن رسمت فيها كل شيء أثر فيه من لوحات الأستاذ الكبير فنان الكبير فقيدنا وحيد مغاربة. يعني بلشت في لخص فيها مرحلة من أول وصوله من إيطاليا بلوحة الأمل، أول لوحة وإجا من إيطاليا، وآخر لوحة هي صولجان الحياة وهي معروضة اليوم معرضنا. المعرض يأتي تكريماً لروح الفنان الراحل وحيد مغاربة بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين التشكيليين الذين قدموا عدد من اللوحات جسدت عدة مدارس فنية، منها الواقعية والرمزية والتعبيرية، بالإضافة إلى لوحات بالخط العربي. معرض مستوى جيد وجميل، وفي عدة فنانين شاركوا فيه. تحية للفنان وحيد مغاربي. عم ناخذ لمحة، في كل استاذ له اسلوبه، يعني ناخذ يعني من كل استاذ بنتعلم شغلة نستفاد منه، وبالاخير بنكون اللون تبعنا، الستايل تبعنا اللي بدنا، نمط يعني تقنية بدنا نشتغل لحالنا. حبيت اجي على المعرض واشوفه مشان نتعلم شيء جديد ونحسن حالنا ونطور حالنا، وفي شيء كتير شغلات حلوة، ونشوف الالوان شلون عم تندمج مع بعضها ونتعلم يعني نكون لوحة تطلع حلوة. يهدف المعرض لدعم الحركة الفنية في حلب والمشاركة الجماعية في المعارض التي تنوعت فيها المستويات والثقافات، التي تزيد الفنان خبرة وغنى في مجال الفن التشكيلي. يعني مستجدات الجراحة العامة نور والتنظيرية وفق الطب المسند بالبراهين كان عنوان المؤتمر العلمي 14 للرابطة السورية للجراحين العامين في 6 جلسات علمية تضمنت محاضرات نظرية وعرض لحالات سريرية كالدرق، الدرق والثدي كان من أكثر المواضيع يلي تم الحديث عنها. لحتى نتعرف شو ضمن هذا المؤتمر، ما هي أهم المحاور اللي ركز عليها معنا الدكتور أحمد نسيب عرق سوسي، أخصائي جراحة عامة وجراحة ثدي أمين سر رابطة الجراحين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح الخير، أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على الشاشة الأخبارية. يمكن حكينا بالمقدمة، الرابطة دائما معنية بآخر التطورات بالبحث العلمي ومواكبة جميع المؤتمرات. خلينا نحكي هيدا المؤتمر اليوم شو اللي جديد فيه؟ نحن هذا المؤتمر كان في إنا مجلس ثقافة، في إنا رؤية إن نحن تشجيع الشباب والأخذ بإيدهم لحتى إنه يبلشوا يعطوا محاضرات ويقدموا الحالات اللي عندهم منه. سبق المؤتمر يوم الأربعاء 11 شهر
كان دوره مبادئ الجائحه الاساسيه، هي دوره ساعات كثير مهمه لكل جراح بده يشتغل، وحتى بده يقدموا فحوص اجنبيه او البورد العربي. صارت مشفى المجتهد يوم الخميس كان مؤتمر، بلشنا بجلسه الجراحين الشباب، كان في 7 محاضرات، قدموا حالات سريه كثير رائعه، في حالتين منهم منشورين حتى بمجلات عالميه. الجلسه الثانيه كانت طاوله مستديره حول افاق التدريب الجراحي وممارسه الجراحه والاسس الناظمه والجراحه بين الدعايه والاعلان، عرفت كيف يعني؟ عم نحاول نوصل لقضيه مشتركه انه الكل يشتغل بطريقه تكون منظمه، عرفت كيف، وفق ما يتبع بكل دول العالم. الجلسه الثانيه كانت عن جراحه الثدي. الحقيقه كان في 6 محاضرات غنيه جدا، وكان في عنا ضيف من مصر الشقيقه الدكتور مصطفى العبد الله، قدم محاضره كثير رائعه عن استئصال الثدي التجميلي الترميمي، يعني هو بنفس الوقت بيستأصل اذا كان في سرطان او كذا شلون، وبنفس الوقت بيرمم الثدي بنفس الحركه شلون. الجلسه الرابعه يوم الخميس كانت طاوله مستديره حول جراحه الدرق. حكينا اخر ما وصل الى العمر العلم بال 2013 حول جراحه الدرق وممارسته كلاته. الجمعه كان في جلستين، جلسه قبل الصلاه وجلسه بعد الصلاه، قدم كثير حالات غنيه عن الكبد، جراحه الكبد، جراحه المدانه، وكان في محورين عن قدم السكريه، كان كثير محاضرات قيمه جدا، حتى في بحث منهم منشور كمان بمجله عالميه. يعني اخر شيء انه ممارسه جراحه قدم السكريه في ضمن الكوارث وضمنها الظروفيه. تمام. 6 جلسات تضمنها المؤتمر يمكن ركزت على اهم المحاور. مثل ما بنعرف ضمن مؤتمراتنا الطبيه بيكون عندنا نحن دائما ضيوف اطباء من سواء كان من المحافظات السوريه، دول مو ضيوف، دول من اهل البلد، ولكن عندنا ايضا من خارج سوريا. مثل ما ذكرت كان عندنا ضيوف من خارج سوريا، هذا الشيء بيتم لتبادل الخبرات لنقدر نستفيد من خبراتهم، ايضا نعطيهم الخبرات السوريه. تمام. الحديث هلا هو دكتور مصطفى، يعني كنا بالمشفى عم كذا شلون تفاجئ كثير، يعني هو صار له بيسمع وكذا شلون، فشاف شيء وما بس يعني على حكيه هو. طبعا نحن نعرف حالنا شو عم نشتغل، تضاهي الشيء اللي عم يتمارس بمصر وبدول العالم، يعني هو عم يساوي الدكتوراه تبعته بالمانيا، فيعني هو تفاجئ كثير يعني انه مستوى الطب والشيء اللي عم ينشغل تماما. وبنفس الوقت هو خبره كثير جيده كان دكتور مصطفى، يعني عنده دراسه عن لك استئصال الثدي التقميمي التجميلي شلون، حوالي 300 حاله، عرفت علي كيف؟ فيعني استفدنا منه، وكمان نفس الوقت يعني كانت فرصه هو، يعني لو حيطلع هو ويحكي شيء اللي شافه بالبلاد كرم ضيافه ومستوى علمي ومستوى الشغل، فيعني ان شاء الله تعالى رساله جيده هي من سوريا لكل عالمنا، نحن عم نشتغل وعم نعلم ان شاء الله تعالى. دكتور، يمكن تم خلال المؤتمر تركيز على الشباب السوري، قديش اليوم مهم فعلا دعم الشباب السوري، وقديش مهم دعمهم في تطوير العمل الطبي والجراحي في سوريا؟ هلا بالنهايه دول رح يكونوا زملائنا بالمستقبل، وبكره بس نكبر بعد فتره يعني هن حيشتغلوا فينا اذا صرنا شيء لاشا، فنحن اذا دربناهم صح ومشيناهم صح، يعني هي كانت وجهه نظرنا عم نحكي فيها وندافع عنها بقوه، عرفتي كيف؟ انه هن هدول حيكونوا يعني بالنهايه هن حيأدوا رسالة الطب بشكل جيد. الحقيقه الشباب دائما بيكون متحمس، يعني احنا في مراجعات منهجيه الدكتوره مريم يعني ساوتها كيف القصه، تصدقي يعني عند منك كتاب حوالي 1400 صفحه شلون، عملت محاضره بنص ساعه، عرفت كيف؟ بظن انا وواحد ثاني من عمري يعني اكبر شوي ما فيها الدقب هذا شلون، الشباب عندهم تحمس اكثر، عرفت كيف؟ بدهم بس واحد يوجههم صح، بس يعني صدقا يعني انه يعني هي ثقل الخبرات اثبتوا يعني انه يعني كانوا عند حسن الظن يعني شلون، وثقتنا فيهم ما راحت على الفاضي يعني ان شاء الله حيطلع. هي ثقل خبرات الشباب ومواكبة البحث العلمي بيضيف كثير للخبرة الشبابية. احنا بدك في شغلة، احنا كان عندنا 32 محاضرة قدموها 31 محاضر، من 31 محاضر كان في 14 محاضر مخلصين، هلا صار لهم سنتين شلون او هلا حيخلصوا، عرفت كيف؟ وقسم الاكبر اللي منشور واللي هو عم يرفع تصنيف سوريا على محركات البحث العالمية هي جراحين الشباب، مو للاسف يعني مو الكبار، كبار خبره وكذا، بس انه يعني متحمسين اكثر بيشتغلوا اكثر، فيعني قلت لك يعني ما انه خيب الظن فيهم يعني. تمام. يعني دكتور، جراحه الدرق يمكن كانت من اهم مواضيع والنقاش تم عليها بشكل كثير كبير، خلينا نحكي عن جراحه الدرق، المحاور اللي ركزتوا عليها، يمكن صار في اسئله كثير حول هذا الموضوع، خلينا بس نحكي عنه. تماما. نحن كان الدرق مثل ما قلت لك، في الدكتوره مريم وقتها انه كانت هي حطت المنشآت العلاجيه، فحكت لهم خلال نص ساعه،
كان احنا معنا الدكتور يونس قبلان رئيس هيئه التخصصات السوريه هو داخليه في عنا جراحين الدكتور عبد الغني والدكتور حمود والدكتور خالد موسى، يعني كنا عم نحاول نعمل لغه مشتركه بين الداخليه وبين الجراحين، انه نحن هالمريض هالحاله هيك امتى بحاجه للجراحه، امتى بحاجه لداخليه، كيف والارضيه مشتركه، امتى بده علاج اشعه، امتى انه لا بده جراحه حتما، لا بده علاج دوائي. الحمد لله يعني بنهايه الجلسه وصلنا لارضيه مشتركه، في توصيات رفعت ان شاء الله تعالى حتكون مشهد علاجي يعني محلك الزامي، بس يعني شبه الزامي لكل الجراحين بالبلد ان شاء الله تعالى والداخليه. ما بصفي انه انا بدي اعمل هيك حاليا، وقت بيكون في مشهد علاجي ما بيصفى الرأي الشخصي، يعني له دور كبير. شلون دور الرأي الشخصي احيانا يعني بالطب المسند بالبراهين بيجي باسفل السلم يعني بالاعتداد دي يعني. وقت بيكون في مشهد علاجي ما في داعي انه نجتهد بشغلات يعني او نخترع العجله من جديد، في شيء واضح عم يشتغلوا فيه كل العالم فنحن بنشتغل مثل العالم ان شاء الله. بس يمكن دكتور هلا رغم كل ظروف الازمه يمكن البحث العلمي ومواكبة التطور العلمي مستمر في سوريا من خلال انعقاد المؤتمرات الطبية، بس عم نحكي نحن مثل جراحة الصدر وهالجراحات الحساسة، يمكن في حالات كتير خلال الأزمة كانت حالات جديدة على الأطباء، تم كمان من خلال هون استفاد من الخبرات، كان في يمكن البحث العلمي صار له على بنشوفه على الميادين أكثر يعني على أرض الواقع من خلال كثير من الحالات، يعني في كثير من الدكاترة استضفناهم قال خلال أزمة إحنا يعني صار أو شفنا حالات كثير جديدة هي ساعدتنا اليوم بمواكبة البحث العلمي، صار الجراح السوري ذو خبرة، يعني هو دائما بالمقدمة بس لا صار ذو خبرة عالية مع الجراحات الحساسة. طيب بس لح أحكي لك شغلة صغيرة تصديق لحكيك، شهر 4 كان في عنا دوره الصيب الاحمر دبلوم جراحه الحرب، فجاي جراح ايطالي وجراح كذا مستر باولي شلون انه بده يعطي محاضرات، فاقترحنا عليه احنا بالعكس انه تاخر اعطينا منهاج الدواء وشوف حاجه بنعطي، كان عم يناقش كل واحد بالمحاضره تبعته منه، فانا عم ناقشني كان بجراحه الصدر المحاضره تبعته مني كذا، في كثير شغلات عم نحكيها نحن شلون هو مو شايفها، يعني في شغلات نحن شايفين هو مو شايفها، نحن بالازمه كثير شغلات يعني صارت معنا مصابين وجرحى وكذا، ان شاء الله ما تتكرر، بس احنا عم نحكي عن الخبره العلميه. فانا يفترض انك انا رايي بحكي يفترض انه احنا السيشن تبع جراحه الردود جراحه الحرب بالكتب العالميه المفروض يكتبوها جراحين سوريين، لانه الخبره اللي صارت عندهم منهم ما بتقارن. هلا الجانب الثاني، نحن اثناء الازمه ضلينا محافظين على الرابطه، هيكيت الرابطه تقريبا كنا كل سنه عم نعقد مؤتمر برغم كل الظروف اللي كانت صايره، عرفتي شلون؟ المؤتمر هو كان رساله اجتماعيه ورساله ان احنا موجودين ونحن رغم كل شيء صرنا عم نمارس، وسالة علمية بنفس الوقت رغم الحصار ورغم كل شيء أساساً كل شيء موجود. وهلا بحكي لك قصة، نحن تصنيف الجامعات السورية والسورية بميدان البحث العلمي شلون بترفع بالأزمة بشكل ما بتخيلي، عرفت كيف؟ يعني رغم كل شيء كنا عم ننشر لسه والأبحاث تبعيتها منا شو عم يصير وعم نوثق، عرفت علي كيف؟ فنحن بظن يعني ما بدي انه نحن نضاهي، نحن عم نشتغل بنفس المستويات العالميه، يمكن ناقصنا شويه امكانيات عشان حتى نشتغل اكثر، امكانيات وادوات، بس نحن خلقنا يعني ظروف الحرب خلت الدكتور السوري اليوم يخلق كثير مظبوط. هلا صدقا احنا اول السنة على حلب شلون تفاجئنا رغم الحصار اللي كان وكذا، تفاجئنا بالمستوى اللي عم يشتغلوا فيه اكيد، وبظن انه لسه يعني اماكن ثانيه حنلاقي نفس القصص كلها. الانسان السوري اساسا مبدع وخلاق يعني دكتور، يعني مو بس نحن عم نحكي كمدح لانه اطبائنا السوريين، يمكن انا من اكثر من حادثه او من اكثر من حديثه طبعا بيتم يعني مع العيال مع الاهل بيقولوا لنا نحن عملنا عمليه خلينا نفترض بالمانيا او بفرنسا دكتور سوري، يعني قديش نحن بننبسط وقت نحن نعرف انه الدكتور سوري عندنا كميه كثير كبيره من الابداع على المؤتمرات، ما وقفت طول فتره الحرب على سوريا، بالعكس ازداد هذا الشيء دافع لانه نحن نخلق اكثر ونعطي اكثر. هي مزبوط حكيك، بس انت الحكي قديش اني بيفتخروا وبينبسطوا انه في طيب سوري بالمانيا او اي مكان كذا، طبعا نفس الوقت انا بالنسبه لي كثير بحزن انه هذا خبره انصرف عليها وتعب عليها بدل ما يشتغل بلد، يعني خبره خسرناها. سوري متواجد وين ما كان للاسف، يعني للاسف عفوا دكتور عم بحكي بمجال الطب، الطبيب لحتى يصير طبيب واخصائي شلون عم يكلف الدوله حوالي 10 مليون، احنا عم وصلنا اياه جاهز
للشغل تعشت. لا لهم. فنحن يعني مثل ما بنفتخر بس كان الصفين سوي منك. لا أكيد نفتخر بجميع الأطباء السوريين داخل سوريا وخارجها. بالنهاية هن سوريين وهويتهم سورية. بتأسف على إنه لازم يشتغل معنا. أكيد نحن دكتور فخورين فيك وفخورين بكل الدكاترة السوريين. مثل ما قلت لما عم نحكي عن دبلوم جراحة في الحرب كنتوا عم تعطوا محاضرات خلال المؤتمر تميزتوا على الدكاترة العالميين فهي ميزة نعتز ونفتخر بها. اليوم دكتور ضمن هيدا الإطار وضمن الظروف اللي عشناها كيف فينا نحكي أو نشوف جراحة الصدر اليوم في سوريا؟ لا في جراحة الصدر في قسمين، في جراحة الصدر كجراحة رئة أو عملية كذا وفي جراحة الثدي. جراحة الصدر يعني قبل الأزمة إحنا مشترك إن كل شيء عمليات الحمد لله أشتون بأحدث أساليب وأحدث شيء والشباب المواسة وكذا ولا حتى يعني في فكرة إن شاء الله يبلشوا بزراعة رئة إن شاء الله تعالى إذا تخفت الإمكانيات. جراحة الثدي أي بروتوكول عم يطلع بالعالم وأنا حكيتهم تقريبا شهرين نفس الحكي أي بروتوكول عم يطلع بالعالم لعلاج سرطان الثدي بشكل أو بآخر غالبا خلال شهر شهرين عم يكون متواجد عنا وعم يتطبق لمفضلنا حسب المعايير المضبوطة. فنحن الحمد لله يعني مواكبين بكل شيء. طبعا أنا بوجود الإنترنت وكذا الواحد ما صفي إنه لازم يسافر لحتى يحصل على المعلومة وكذا حتى محاضرات مشتركة من خلال تمام الحديث أساسي. بس نحن أي بروتوكول الحمد لله الدولة يعني وهلا في عنا شركة المواد يعني الأدوية الكيماوية سوية محلية شو فأي بروتوكول عم يطلع عالميا خلال شهر شهرين عم يكون موجود عندنا وعم يتطبق لمعايضاتنا. فيعني الفكره انه نحن الحمد لله ما يعني ما وقفنا وعم نشتغل ومستمرين ان شاء الله. اكيد تعالى. اكيد مستمرين دكتور ومثل ما ذكرت انه انتم ما توقفتوا وما زلتوا عم تقدموا الافضل. دكتور على مدار 2019 كل سنه لكم بانوراما لجميع المؤتمرات اللي قمتوا فيها خلال السنه، يمكن بتعملوا انتم هيك جرد لا تبلشوا بسنه جديده تطوروا وتعملوا شغلات جديده لمحاور اخرى، يمكن العلم ما عم يتوقف كل يوم عندنا شيء جديد. فشو كانت بانوراما 2019 وشو تحضيراتكم 2020؟ هلا بالنسبه بشكل عام نقاط الاطباء السوريين يعني ما احكي عن الدكتور اللي بيحكي احسن مني بس يعني هذا النشاط تبعي اللي سويناه الجمعه الماضيه كان نشاط 65 هي السنه. بالنسبه انك رابط الجراحه عامه ورابط جراحه تنظيريه احنا عملنا ندوه بال2000 بشهر 4 2019 عملنا مؤتمر جراحه تنظيريه بشهر 9 وهذا مؤتمر الجراحه العامه. طموحنا بال2000 هلا نحن عندنا الشهر بشهر 4 عندنا شيء للتنظير وبشهر 5 عندنا شيء للجراحه العامه. طموحنا ان شاء الله تعالى اخر 2020 او 2021 ننظم مؤتمر عربي او مؤتمر عالمي ان شاء الله تعالى. شلون هلا نحن كنا بالاردن من تقريبا 3 اسابيع كمان قدمنا محاضرات وتواصلنا مع اشقائنا العرب ان شاء الله اذا الامور تحسنت ان شاء الله تعالى ويعني في امكانيه اخر 2020 او 2021 حنسوي نشاط عربي ان شاء الله تعالى او عالمي. بس قديش هيدا الشيء جميل اليوم عم نشوف مواكبة آخر التطورات والبحث العلمي وعم نسعى فعلا لإقامة مؤتمر عربي طبي كبير في سوريا رغم مثل ما قلنا الظروف، لأنه حتى الدكاترة السوريين اللي كانوا عم يشاركوا بالخارج كان في مشاكل على الفيزا والنقل والسفر، ورغم ذلك كان يعني أحيانا الدكتور السوري يمكن بيطلع حسابه ليشارك ويواكب البحث العلمي. اليوم قديش هاي الظروف كمان يمكن عطتكم أنتم الدكاترة حصانة، يعني بتلاقي ما بتلاقي في همة بتبرد، لا بعد هاي الهمة قوية بعد التحفيز بعد المشاركة، لا نحن اليوم بدنا نعمل شيء وبدنا نشارك رغم كل الظروف. لا في مقولة لسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد من لا يتفاعل لا يتطور. فنحن يعني بظن معظم كل الدكاترة شلون هالمقولة نصب عيوننا كيف دائما نحن بأي شكل عم نحاول نتواجد كتواجد لسوريا وفي شيء عندنا نحن لازم نقدمه يعني وشيء لازم نتكسبه يعني يعني قدر الامكان عرفت كيف باي مجال ان شاء الله عم يكون في تواجد سوري على اي مستوى. نعم يعني مثل ما ذكرت حضرتك انه التفاعل لازم يكون موجود، النقاش والحوار حتى بين الاطباء، ما دائما خلينا نحكي بالشيء العمليات، لازم يكون في مناقشه، لازم يكون في تبادل اراء وتقبل الاخر مثل ما ذكرت، يعني احيانا في طبيب عنده وجهه نظر معينه تختلف عن الطبيب الاخر، قديش كمان مهم انه نحن نتقبل الراي الاخر لو نحن اطباء كلنا سوا. خلينا في شيء كان مهم بالمؤتمر بست جلسات اللي كانوا كان في عنا جلستين راوند تيبل. كلمة راوند تيبل يعني مو بس الأربعة عم يحكوا، نحن بناخذ آراء من الكل وعم نتجارب الكل فهي تفاعل كتير جيد، يعني بظن أنا هي بتوسخ معلومة وهي بتخلي نثبت
يكون في اساس مشترك بالشغل بيناتنا كلياتنا. شو يعني محاضره سوري منك يعني عاده دراسه يعني اول محاضره الثانيه الثالثه بطل مخ يعني بلا اطلاق اما تكون في تفاعل ونقاش وكذا شو بترسخ المعلومات اكثر وبصير ارضيه مشتركه اكثر. فنحن انه بنسجل جلسات نسوي جلستين راوند تيبل بظن يعني هيدا انجاز شغله كثير جيده ان شاء الله تعالى. في العام القادم شو اللي محضرين شيء لهيدا المؤتمر؟ يمكن بعض المشاكل واجهتوها او بعض الصعوبات ما حابينها تتكرر او حابين يكون على نطاق اوسع، اكيد في يمكن بعد انتهاء هيدا المؤتمر في اجنده بقول انه انا خلال العام المقبل راح يكون في جديد. كطموح احنا اعضاء الرابطه عندنا مسجلين 3600 طبيب تقريبا. هلا حضر المؤتمر 190 طبيب عرفت كيف؟ بظن الرقم يعني بتحسب ست ارباع يعني عدد كبير اكيد. لا بس ايه بس لا هلا نحن بتعرفي بسفر وكلته بس حقول لك نحن كان عندنا اطباء جايين زملائنا من حلب اطباء من اللاذقيه اطباء من البقاع من جميع المحافظات السوريه تخيلي كده من السويدة كذا شو يعني هذا انه نحن التفاعل بين الكل طبعا كل واحد حيروح حيقدر يحكي شو صار وكذا شو. هي نحن كطموح نحن ان شاء الله تعالى بصير نحن بكل محافظه مثل مجلس رابطه مصغر يعني فيكون نشاط علمي. ونحن عملنا شغله هي السنه بلشنا فيها جلسات سريريه كل شهر بمشفى من المشافي الكبيره شلون شو عندهم حالات سريريه مهمه كذا شلون خلال ساعه عم تتقدم. صرنا عاملين 7 جلسات ان شاء الله الاجنده الاكثر مطمح لعرض الخبرات بين طبعا بين المشافي بين المشافي والمحافظات. هلا انا بقول لك نطمح ان شاء الله السنه الجايه نحن انه نصير انه 12 جلسه يكون في جلستين تصير بالمحافظات ان شاء الله تعالى. ان شاء الله يا رب. بس نحن يعني طموحنا كبير عم نحاول شوي شوي نظبط وبيكبر يعني هي الحلو مع كل جديد دائما الحمد لله عم نوصل يعني الحمد لله انه اخر شيء الفكره عم نحطها اخر شيء عم نلاقي لها صدى وعم تشتغل ان شاء الله تعالى. فالحمد لله عرفت كيف القصه كلها. نحن يعني بالنهايه هذا اقل شيء نقدمه لبلدنا ولشعبنا لانه بالنهايه شعبنا بيستاهل انه ياخذ خدمه طبيه تكون جيده شلون وتضاهي الخدمات العالميه. اكيد يعني بدنا نتشكر وجودك معنا دكتور، نتمنى لكم كل التوفيق بجميع اللي عم تشتغلوا واللي ناويين تشتغلوا القادمه، كل الشكر لكم. اكيد نتشكرك دكتور على وجودك معنا. الدكتور احمد نسيب عرقسوسي اخصائي جراحه عامه وجراحه صدر امين سر رابطه الجراحين العامين على وجودك معنا، نتمنى لكم التوفيق اكيد بجميع خطواتكم العلميه القادمه. ومثل ما قلنا خلال حديثنا رغم كل ظروف الحرب اللي عشناها ما زلنا بنواكب اخر تطورات البحث العلمي في سوريا وفخورين بكل دكتور سوري موجود داخل البلد وخارج البلد لانه هو اخي بالاخير بيمثلنا. شكرا كثير لك دكتور. شكرا لك. شكرا لك نور. مثل ما قلتي نحن مفتخر بالاطباء جميعا واي حدا مبدع سواء طبيب سواء فنان اي حدا فنحن اكيد سوري ممتياز. سوري يكون اكيد له بصمه اكيد تماما. اما هلا صار الوقت لننتقل لغرفه الاخبار لنطلع على اخر الاحداث اللي عم تشهدها الساحه السياسيه مع زميلنا بهاء خير. يسعد صباحك يا بهاء. يسعد صباحك سالي. موجز الأنباء بعد الفاصل. عززت وحدات الجيش العربي السوري انتشارها على كامل الطريق بين تل تمر وناحية أبو رهسين بريف الحسكة الشمالي مؤمنة بذلك عددا من القرى والبلدات على جانبي الطريق وسط تسارع وتيرة عودة الأهالي إلى قراهم. مراسل الإخبارية ذكر بأن وحدات الجيش انتشرت على كامل الطريق الذي يصل بلدة تل تمر بناحية أبو رهسين بريف الحسكة الشمالي وأمنت القرى والبلدات على جانبي الطريق ووسعت رقعة الأمان لعودة المزيد من الأهالي الذين هجرهم العدوان التركي. جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التأكيد على ضرورة الاستمرار بمكافحة الإرهاب في سوريا ومواصلة الحوار لإيجاد حل سياسي للأزمة فيها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. ولفت بيان صدر عن الكرملين وفق ما نقل موقع روسيا اليوم إلى أنه جرى خلال الاتصال بحث الأوضاع في سوريا وسير تطبيق الاتفاقات الروسية التركية الخاصة بشمال شرق البلاد وتحديدا منطقة إدلب. أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن موسكو ستقدم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا يوم الخميس
ونقل موقع روسيا اليوم عن نيبنزيا قوله للصحفيين بأنه لا يجوز نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون موافقة الحكومة السورية، معتبرا مشروع القرار الذي تقدمه ألمانيا وبلجيكا والكويت بهذا الخصوص غير مقبول. في خبرنا الأخير، قتل 11 سجينا وأصيب 11 آخرون جراء تبادل لإطلاق النار بين النزلاء داخل سجن في بنما كما أعلنت الحكومة. هذا ونقلت فرانس بريس عن الحكومة قولها في بيان بأن اشتباكا مسلحا دار بين النزلاء في أحد أجنحة سجن لخويتا الواقع على بعد 36 كيلومترا شرق بنما، مع أسفر عن مقتل 11 منهم وإصابة 11 آخرين. ختام الموجز، والآن عودة للزميلات في استوديو صباح نغير. شكرا لك بهاء، مكملين اكيد ببقيه فقرات صباحنا لليوم، وهالفقره اللي بتهم كثير من الصبايا، كثير بتهمك سالي وبتهم كثير من الصبايا اللي عم يتابعونا اليوم. موضوع البشره واهتمام كثير من السيدات ببشرتهم يشغل بال الصبايا الكبار والصغار. بفصل الشتاء يمكن كثير من النساء بيتعرضوا لظروف مناخيه قاسيه بتاثر على بشرتهم. نحكي اكثر عن مشاكل البشره وكيفيه العنايه فيها. معنا اليوم الأخصائية البشرة منى إيبو. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكي. بداية، مثل ما حكينا أنه البشرة هي دائما هاجس كل الصبايا، يعني كلنا منعاني من هيدي القصة، سواء إذا تعبت بشرتنا، سواء من عوامل الطقس أو حتى من الدخان، من الأرجيلة، من عدة أمور منحاول نحن نحسنها بطرق معينة، طرق آمنة وسليمة. خلينا نحكي عنها، من يعني تشرحي لنا عنها. تفضلي. طبعا أكيد بشرتنا هي هويتنا وهي الاتصال مع الآخرين، لذلك كثير مهم انه نعتني فيها. طبعا هلا نحن بفصل الشتاء، فتنا بفصل الشتاء والبرد والجفاف، هذا كله بياثر على بشرتنا. اضافه انه من الداخل كثير بننسى نشرب مي، كثير بننسى ناكل الاكلات الصحيه مثل الخضار والفواكه اللي هي غنيه بالمي والفيتامينات. لذلك كثير مهم هدول نتبعهم، انه نشرب مي. يقال حسب شرب المي حسب وزنك، يعني كل 10 كيلو وزن بتاخذي كأس واحد من الماء. وزنك 60 كيلو يعني 6 كاسات على مدى النهار كله. هذا اقل، هذا اقل شيء، يعني تقريبا ما يعادل لتر ونص يوميا. يعني هلا في لتر ونص او لترين، هذا مقوله غلط لانه الحقيقة. حتى لانه في دراسه بريطانيه بتقول لك يجب على المراه شرب 3 لتر ونص لتحافظ، يعني كل يفضل انه نشرب على حسب احتياجنا كوزن، كحد اقصى كحد ادنى نحن عم نحكي بالزبط. بس خلينا نحكي بفصل الشتاء، مثل ما قلنا بالبدايه كثير من الظروف المناخيه القاسيه صحيح تتعرض لها البشره، ونحن كمان هون من خلال الميك اب لساعات طويله والاضاءه كمان ظروف قاسيه على البشره صحيح. والجو مع يعني منه جو معتدل، يا برد كثير ودفى كثير، يا دفى كثير، فهي ظروف مناخيه متقلبه، يعني حتى الجو مزاجه ما كثير رايق. خلينا نحكي هي الظروف قديش بتاثر على بشرتنا اليوم. طبعا اكيد بتاثر، بنكون بدفى بنطلع على برد، او العكس صحيح بنكون ببرد كثير بنفوت على دفى. إضافة أنه العناية، ترى كيف عم يعتني ببشرتنا. هلا دائما خلينا ناخذ لأنه الكل يطمح أنه يكون عنده بشرة مثل بيقول لك بشرة بيبي، يعني صحيح. أنا بدي بشرتي صحيح. تكون بشرة بيبي. هو عطي بشرتك بتعطيكي بتعطيكي ردة فعل حلوة وبصير مثل البيبي. هلا بالشتاء بنصير نحن ناخذ الكريمات الغنية، يعني مو مثل الصيف. أوكي، ليش؟ لأنه احتياج البشرة بقيت محتاجة أكثر. نعم. بدها دعم بالترطيب بالمركبات. المركبات بنعتمد على انه يكون فيها الاوليفيرا، يكون فيها زيت اللوز، تكون بتعطي ترطيب اعلى من نص صيف. هذا هو الاحتياج. تمام. بالنسبه للشتاء يعني دائما بيجيكي حالات شوي يعني مسببت لهم ازعاج للصبايا، حبوب، حفر، علام، كلف،
يعني إلى آخره مشاكل، ولكن في شغلات خلينا نقول هي من جوا يعني بتكون من معدتها، بتكون من هرموناتها. نحن قديش لازم نخلي الصبية تعمل فحوصات بعدين نحن منعالج البرة؟ هلأ لحتى نحن يزبط علاجنا وينجح بالنسبة لأي مشكلة ذكرتية، إن كانت تصبغات أو أي نوع من أنواع الحبوب، لازم يترافق معه علاج داخلي من قبل أطباء اختصاصيين. تماما. أطباء نسائية وأطباء الداخلية. داخلية. أوكي، لأنه مثل ما قلتي في بعض الأحيان بيكون عنا اضطرابات هرمونية، كيسات على المبيض، خلل بالهرمون، أو ممكن يكون في عنا مشاكل بالمعدة بالكولون، وهذا الحكي بيعمل لي بقى انعكاس. بيطلع لي حبوب على البشرة، الاضطرابات الهرمونية ممكن تعمل لي تصبغات كلفية، أوكي؟ أو الكلف اللي مصدره هرموني. لذلك دائما إذا بدنا ننجح علاجنا لازم نترافق مع بعض. طيب إذا قلنا ما في خلل هرموني أو مشكلة داخلية، بس مثل ما قلنا ظروف مناخية قاسية تتعرض لها السيدة، خلينا نحكي عن مثل ما قلتي يمكن من أهم العناء بالبشرة هي الترطيب، يعني ترطيب. كريم ليلي وكريم صباحي. خلينا نحكي كثير من السيدات يمكن بتحب الماسكات الطبيعية وما عندها وقت يعني تواكب آخر صيحات الموضة وآخر الكريمات. الماسكات الطبيعية اللي ممكن أنا أقدر ساعد فيها بشرتي من بالبيت. هلأ كثير في ماسكات طبيعية وكثير في مقشرات، هلأ كثير مهم نقشر يعني نقيم ونرجع نرمي، خصوصا بفصل الشتاء يعني بيستغل الوقت. صحيح. يعني مو كل الماسكات اللي أنا في شغلة بنوع عليها، مو كل الماسكات اللي إحنا بنشوفها بالنت هي صحيحة. لازم نروح لعند اختصاصي نعرف شو نوع بشرتنا شو احتياجها وناخذ الماسكات المناسبه. خلينا نحكي عن كريم مثلا ماسك طبيعي ترطيبي بيناسب كل البشره. بيناسب لكل انواع البشره ماسك كثير، وهو طبعا يعني دراسات عالميه قامت عليه. هو عباره عن ملعقه تفاح مبروش مطحون زائد ملعقه عسل قد بقد، اوكي، وممكن نضيف له ملعقة حليب مجفف لحتى يتماسك شوي، لكون انه ممكن انه اذا خلطنا التفاح مع العسل انه يمصل شوي. هلا هذا الماسك كثير ظريف وكثير منيح، منه بيرطب البشره، لكون ملعقة تفاح، ملعقة عسل، ملعقة تفاح مبروشة مطحونة، ملعقة عسل، حليب، وحليب مجفف. كمان بدنا ننوه انه هدول الماسكات بتكلفة، ما في تكلفة لكل السيدات اللي بتحب تعتني ببشرتها وما بتقدر تشتري الكريمات باسعار غالية. قديش كمان بيساعدوا الماسكات الطبيعية؟ هون نحن لا بدنا نقول مساعدة، يعني بلا الكريمات ما بيصير، لازم الماسكات هن عنصر مساعدة. لذلك فينا انه نحن نستعين فيهم بالبيت بهالماسكات الطبيعية، ولكن بلا كريم النهاري بلا كريم الليلي لا ما بيصير، لأن البشرة بتحتاجه. بس كثير من الأخصائيين بيقول لك أهم شيء ليليا، يعني ليلي والنهاري. الحقيقة الترطيب الليلي هي البشرة بتتجدد الخلايا بالليل، بتصير عنا تغذية، وبنهار الكريم النهاري هو كريم اخترق لحتى يحمينا بشرتنا من الظروف المناخية، بيحافظ على الرطوبة اللي أخذته بالليل. لذلك كثير مهم كريم النهاري انه بيناسب كل البشرات. لازم اختصاصي، لازم نكشف نوع البشره، لازم نوصف من قبل اخصائي طبعا اكيد عنده خبره. طيب خلينا نحكي بما انه نحن بفصل الشتاء، كمان تقشير منزلي سليم ممكن المراه تعمله؟ خلينا نرتب امورنا. نحن قلنا من شوي ماسك، بس قبل الماسك اذا تقشير أفضل. الصبية أو السيدة حبيت فيها تجيب ملعقة ترمس مطحون معروف، الترمس المطحون من أي عطار بتلاقيها، زائد نصف ملعقة لبن، ويعني بضع نقاط عصير الليمون. هذا نحن عملنا بيلينج مقشر نخلطه مع بعضه كله. طبعا بتكون البشرة مرطبة شوي، بناخد هالبيلينج هاد ونبلش بفرك من الرقبة للوجه كله لمنطقة حول العين، لكون المواد طبيعية ما في شيء بخوف، وبنتركه شيء 7 دقائق وبتماسك مع سطح الخلايا. بنرجع بنفرك بشرتنا، بتنزل الخلايا الميتة اللي هي بتسبب انعكاس ما نحلو للنظر للآخرين، تنزل. وبعدها بنكون احنا محضرين ماسك العسل والتفاح، بعده وملعقة الحليب المجفف، بنحط هذا الماسك لمدة تقريبا نص ساعة
اوكي هون بعد نص ساعه بنغسل بشرتنا، وطبعا اكيد بنستعين بكريمنا، بكريمنا حسب الوقت ان كنا بنهار نهاري وان كنا بالليل ليلي. وبدي نوه لماسك العسل والتفاح، اذا السيده عندها مشاكل فيها تستعين بشكل يومي لمده شهر ونص بيصير ماسك معالج. اما اذا ما كان فيها شيء فيها تستخدمه بالأسبوع. مره بالاسبوع هو عنصر وقائي. تمام. هلا بيقولوا السكراب الطبيعي اللي هو سكر وليمون، ما بعرف اذا صح هذا الحديث نحن عم نحكيه، اللي بتتناقله وسائل التواصل الاجتماعي اللي بيحطوا على جوجل بنكتب شو المسكرات سكر وليمون. اي جيد. تمام. جدا. السكر السكراب بيكون هذا سكراب طبيعي كمان، كيف فينا نستخدمه بدل السكراب الصناعي؟ السكر طبعا معروف انه اكبر مصانع بالعالم لانتاج المنظفات بيستعينوا بالسكر لانه هي ماده منظفه وبنفس الوقت ما بتخرش البشره وبنفس الوقت بتعطي احتياجات البشره الترطيب، لانه احنا بدنا ننظف ونرطب. بناخذ ملعقه سكر، ممكن نعصر عليه عصير ليمون، ممكن انه كمان نضيف له ترمس، انا بحب الترمس. تمام. لكونه انه كمان شو بيفيد الترمس؟ شو الفائده اللي بيعطيك؟ بيقيم الزيوان، بيقيم الانتاج الدهني زياده. اوكي. وهو خشن بيكون شوي بقى بيعطيني لمعه حلوه للبشره. مع بعضهم فينا انه هذا كمان مثل ما قلتي عملنا بيلينج او سكراب لبشرتنا، كمان يفضل دائما السكراب يستخدم مره بالاسبوع مو اكثر من هيك للتقشير. طيب منى خلينا نحكي مع حضرتك، يمكن نوهت كمان لنقطه نبات الاوليفيرا قديش فعلا مفيد للبشره وفيها كمان السيده من خلال النبته تحصل عليه، هلا ولا ما بتفضلي؟ لا، في مقولات او شائعات غلط. نبته الاوليفيرا الحقيقه ما هي اللي نحن بنشوفها عندنا ببلدنا، هي موطنه بامريكا. الى مواصفات، الى 100,000 قصه. هذا نحن اللي بنشوفها هو نوع من الصبار. هذا اللي بيقولوا نحن. لا، في كثير سيدات بتقول لك الماده الهلاميه موجوده داخل. لا هلا هذا الشيء مواصفاته، التربه، مطرح منا يعني نابته، واللي نحن عندنا ببلدنا شيء اخر، يعني استحلابه واتيانه من هنيك غير اللي عنا بالمطلق وغير مواصفات. حتى احيانا في عالم بتتحسس. بالضبط. لذلك لا، انا عم بحكي هون من منطلق دراسي، من منطلق عم بحكي يعني مو كل شيء نقال هو صح. طبعا اذا كانت اوليفيرا صحيحه واصليه مثل ما قلنا من موطنها من امريكا اصلي وهي اوليفيرا مضبوطه، هي ماده رائعه واكثر من رائعه لاحتوائها على الفيتامينات وعلى الحموض الامينيه، على مواد عاليه الجوده لاعطاء البشره الترطيب. نعم. وتحفيز الكولاجين و كل هدول القصص. بالضبط. يعني الحديث معك يطول وبدنا كثير قعدات لسه، وبدنا عندنا كثير اسئله نحن لنتوصل لها. تشغل كثير من الصبايا اليوم. اكيد اكيد نور، مثل ما ذكرتي يعني الصبايا لسه بتسال وبتسال وبتسال، بدها تعرف شو اهم الشغلات اللي بتناسب بشرتها. كل الشكر لك مدام منى، ان شاء الله نشوفك بحلقات ثانيه ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا لك منى ايبو، اخصائيه بشره، على وجودك معنا لهون مع عالم الجمال. بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام. أكيد بالختام نجدد التحية لرجال الحق، رجال الجيش العربي السوري، بكم النصر يولد من جديد كل يوم. إلى اللقاء. شكرا لك نور. يعني هلا سمعنا انه عم ترتفع درجات الحراره، الطقس بلش هيك يدفى شوي. كل الشكر لكم مشاهدينا، ان شاء الله بقيه نهار يحمل كل الحب، كل الامل وكل الطاقه الايجابيه. احضرونا بالاعاده الساعه 1 بالليل، واي استفسار عبر صفحتنا على الفيسبوك. صباحنا غير، تبقوا بالف خير. باي باي.